اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 1 in unit 3 which is entitled collecting and organizing data. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر استكمالا لمجموعه دروس الاستاتستكس اللي بتتكلم عن ازاي تتعامل مع مجموعه من البيانات وتجيب لهم بعض الكاركترستكس اللي هتخليك تفهم طبيعه هذه البيانات واللي من ضمنيها المين والميديان والمود، وكانت المجموعة دي من الانديكيتورز بتوضح لنا السنترال تندنسي بتاعت مجموعة البيانات دي او ايه هي القيمة اللي هي بتتمركز ايه حواليها. طيب السنة اللي فاتت في السكند تيرم خدنا ازاي نرتب مجموعة كبيرة من البيانات في تيبل، وسمينا التيبل ده الفريكوانسي تيبل. طيب بسرعة كده افكرك ايه هو الفريكوانسي تيبل. لو انا عندي مجموعة من البيانات بس في مجموعة منهم بيحصل لها تكرار كتير زي كده، مثلا 1 2 2 2 2، بعد كده 5 5 5 6 6 6 6 6، وعندي مثلا 10 10 10 10 10. مجموعة البيانات دي انت تلاحظ فيها ايه؟ تلاحظ فيها ان فيها تكرار. ال1 موجود عندك مرة واحدة، ال2 فيها عندي 4 2s، عندي ال5 متكررة 3 مرات، عندي ال6 عندي متكررة 6 times، وال10 عندي 5 times. في بريب 1 السكند تيرم اتعرفنا على حاجة اسمها الفريكوانسي تيبل. يعني ايه الفريكوانسي تيبل؟ كلمة فريكوانسي يعني تكرارات، حاجة بتتكرر كتير. انا بدل البيانات دي ما احطها بالشكل ده، انا هحطها في تيبل، هحط التيبل فيه عبارة عن ايه؟ النمبر والتكرار بتاعه. يعني لما اجي اعمل فريكوانسي تيبل لمجموعة البيانات دي هعملها ازاي؟ هعمل كده. النمبر عندي مثلا هرمز له بالرمز اكس، والفريكوانسي عندي هرمز له بالرمز ان مثلا. طيب انا عندي هنا النمبر، عندي هنا عندي 1 عندي 2 عندي 5 عندي 6 اند ايه؟ اند 10. وده هنا التوتال. النمبر 1 في عندي كام واحد منه؟ في عندي 1. طيب ال2 في عندي كام؟ في عندي 4. ال5 في عندي منها كام؟ في عندي 3. ال6 في عندي منها كام؟ في عندي 6. وال10 في عندي ايه؟ في عندي 5. طيب التوتال ده هيبقى ايه؟ التوتال ده اللي هو عددهم كلهم، يعني 1 و4 is 5 و5 10، يبقى انا عندي كده ايه؟ 19. ده كنا بنسميه فريكوانسي تيبل، كان بيفيدني في ان انا اقدر اجمع لارج اماونت اوف داتا في تيبل واحد، واقدر ابص في التيبل اطلع المعلومه على طول. يعني لما اجي ابص في التيبل ده مثلا على النمبر 10 اعرف ايه؟ اعرف ان ال 10 هنا موجوده 5 تايمز. طيب ايه اللي هيفرق بقى السنه دي؟ اللي هيفرق السنه دي ان مجموعه الداتا اللي هتجيلك فيها فاريشنز كتير. يعني ايه فيها فاريشنز كتير؟ يعني مثلا هتلاقي ان ال 20 مش موجود منها كتير، ال 21 مش موجود منها كتير، يعني كل نمبر التكرار بتاعه قليل قوي وهم كتير. فمعنى كده ان انت هتضطر تفرد التيبل قوي، التيبل هيكبر معاك. عشان نتخلص من موضوع ان التيبل يكبر معايا، هنعمل حاجه اسمها الفريكوانسي تيبل ويز الايه؟ ويز السيتس. يعني ايه ويز السيتس؟ انا مثلا عندي ال20 وال21 وال22 وال23 مثلا وال24، دول هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم خانه واحده واشوف عدد هذه البيانات اللي بتبلونجس للايه؟ للانترفال دي، واحطها فين؟ واحطها كفاليو لهذه الايه؟ لهذه الست. طيب تعال نشوف نعمل الكلام ده ازاي على المثال اللي قدامنا ده. المثال اللي قدامنا ده بيقول لي in the following tables there are the marks or 54 students in one of the classes in grade 2 preparatory in a school which they took an exam in mathematics where the full mark is 60. انا عندي مجموعة من البيانات عددهم 54 students دخلوا mathematics exam والسكور عندنا كان من 60، ودي الدرجات بتاعتهم. طبعا الدرجات متنوعة. نعمل ايه عشان نحط البيانات دي في تيبل يسهل عليا قراية الايه؟ قراية النتائج دي. هنعمل الاتي. اول حاجه هنعملها لازم نحدد السمولست فاليو والجريتست ايه فاليو. طبعا بعينيك انت تبص هتلاقي ان السمولست فاليو عندك 20 والجريتست ايه فاليو 59. هنيجي نعمل حاجه كنا درسناها قبل كده في جريد 6 اللي هي الرينج. ايه الرينج؟ عايز اعرف البيانات دي الديفرنس بتوين الجريتست مارك والسمولست مارك قد ايه. يبقى اول حاجه هنعملها هنديترماين الايه؟ الرينج، ويتش از ذا ديفرنس بتوين الجريتست مارك اند السمولست مارك.
وهنقول مع بعضينا الرينج هيكوال ال 59 ماينس ال 20 which is a 39. بعد لما بنحدد الرينج زي ما احنا شايفين هنا كده الرينج طلع معايا كام؟ 39. ال 39 دي نبتدي نقسمها لمجموعه من السيتس المتساويه. لما تيجي تشوف ال 39 هل هتقدر تقسمها لمجموعه من السيتس المتساويه؟ هتلاقي نفسك مش عارف. اعمل لها ابروكسيميشن لاقرب نمبر اقدر اعمل له ديفيجن. طيب ال 39 ايه اقرب حاجه ليها سوتبل فور الديفيجن؟ طبعا الايه؟ ال 40. ما ينفعش تقول لي مثلا 36 ديفايدد 4 يديني 9 انترفلز، لا لازم اقرب لرقم اكبر من الايه؟ من الرينج. واضح طبعا ان ال 39 بعديها على طول ال 40 هيبقى اقرب نمبر عندي اقدر اعمل له ديفيجن لمجموعه سيتس متساوي. طيب لما يكون عندي 40، ال 40 نقسمهم ازاي؟ هل نقسمهم ديفايدد 4 يديني 10 سيتس، ولا اقسمهم مثلا 8 سيتس كل ست منهم 5 نمبرز؟ يعني ممكن اعمل انا عندي ال 5 تايمز ال 8 ايكوال 40، وعندي ال 4 تايمز 10 ايكوال 40. الاختيارات دي بالنسبه لي متاحه، يعني عايز تعمل دي براحتك، عايز تعمل دي براحتك، الا لو هو قال لك، هو ممكن يقول لك تشوز السيتس فروم كذا تو ايه؟ تو كذا. طيب هنا في المثال ده احنا هنقسم السيتس ل 10 سيتس كل واحده منهم 4 نمبرز. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا اول سيت عندي من اول 22، يعني السيت دي هيكون فيها كل النمبرز اللي هم ال 20 وال 21 وال 22 وال 23. طب ال 24 لا ما احطهاش هنا، ال 24 هتتحط فين؟ هتتحط هنا. يبقى انا لما ابص في مجموعه النمبرز اللي عندي دي او مجموعه الداتا اللي عندي دي، اي 20 21 22 23 هتبقى بتبلونجز تو الايه؟ تو المجموعه دي، وكذلك بقيه المجموعات. لما تيجي تبص لاخر مجموعه عندك هتلاقيها من 56 تل كام؟ تل 60، هتلاقيها تشمل اخر ايه؟ اخر نمبر عندك. طيب التيبل اللي قدامي ده اسمه التالس تيبل، اللي هو التيبل او الجدول بتاع الايه؟ بتاع العلامات. كل نمبر من دول همثله بعلامه، وبعد كده اعد العلامات دي يديني الايه؟ يديني الفريكوانسي. تعالوا مع بعضينا نشوف ازاي نعمل الايه؟ التالس تيبل. انا بيقول لي 42، ال 42 بتبلونجز تو مين هنا؟ ال 42 هتبلونجز لهنا، انا عندي هنا 40 دي من اول 40 لحد لزان ال 40 ايه؟ ال 44، وبالتالي ال 42 موجوده هنا. اجي عند ال 42 اعمل شرطه كده واحط الشرطه مكانها هنا. يبقى انا كده ايه؟ خلاص انا خدت ده ما اخدوش تاني. طيب ال 54 موجوده فين؟ موجوده هنا. ال 54 موجوده هنا. 36 موجوده هنا. خد بالك بقى ال 36 اخدها هنا ولا اخدها هنا؟ لا اخدها من او اخدها هنا، لان دي من 32 لحد اخر يعني اخر ال 35، يعني 35.999 يعني لزن ال 36. نشطب دي كده ونحطها هنا. ال 46 اشطبها هنا وانزل احطها في مكانها. ال 34 اشطبها هنا ونحطها في مكانها. ال 45 تبقى هنا. 51 تبقى هنا. 40 هنا. 48 another 48 40 47 25 48 45 36 56 44 هنا. 44 هحطها هنا. طالما عملت 4 تالس كده الفيفس بتاعتهم تبقى عامله ازاي؟ تبقى عامله كده كانك ايه؟ بتقفل حزمه كده. طيب نيجي بقى كده 38 37.5 طبعا هنا.
بعد لما كوننا كل التالس كده ابتدي اترجم الشرط دي لايه؟ لنمبر. انا عندي هنا 1 شرطه واحده تبقى 1 الفريكوانسي بتاعها 1، هنا عندي 3، هنا عندي 4، هنا 4، دي كده 5، 5 و 2 is 7، كده يبقى 10، كده يبقى 12، 7 3 and ايه؟ and 3. لازم التوتال بتاعك يديك التوتال بتاع كل ايه؟ بتاع كل دول، ولا يبقى انت ناسي حاجه. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كده 9 وكده عندي 6، يبقى كلهم 50 ايه؟ 54. لما هتيجي تعملوا ادنج لكل النمبرز دي هتلاقيهم ال 50 ايه؟ ال 54. طيب بعد كده ابتدي الفريكوانسي تيبل ده ابتدي اكتبه في الايه؟ بالمنظر ده. يبقى انا عندي من اول ال 22 لزن ال 24 عندي هنا 1، بعد كده عندي هنا 3، بعد كده 4 4 7 10 12 7 3 اند ايه؟ اند 3. لما تيجي تبص لمجموعة البيانات اللي انت جبتها دي كده، انا قدرت احط الداتا اللي عندي في شكل اقدر اطلع منه اي معلومة انا عايزها. يعني مثلا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز ذا سيت ذات هاز ذا جريتست فريكونسي از ايه؟ يعني هنا بيقول لي ايه هي الست اللي فيها اكبر ايه؟ نمبرز متكررة. طبعا واضح اول ما تبص تلاقي ان الايه؟ من اول ال 44 لحد للزن الايه؟ ال 48، ال 48 فيها كام؟ فيها 12. يبقى the set that has the greatest frequency is from ال 44 till less than الايه؟ ال 48. او ممكن اكتبها من اول كده، اقول اللي هي او equal ال 44 والايه؟ وال 48 ايه؟ open. او ممكن اقول ان هي على طول ال 44 ايه؟ 2. دي كده اللي هي ايه؟ اللي هي دي. طيب عايز السيت ذات هاز ذا ليست فريكوانسي از ايه؟ مين اقل حاجه عندك هنا فيها مجموعه تكرارات؟ طبعا الايه اول سيت، يبقى عندي السيت دي اللي هي 20 ايه؟ 22. او ممكن اقول from 20 till less than 24، او ممكن نقول ان هي ال 20 لحد 24 opened. تعالوا مع بعضينا نشوف selected exercise على lesson 1. بيقول لي in a military camp مديني ال heights بتاع 55 soldiers وكلهم متقاسين بالايه؟ بالسنتيمترز. وادي البيانات عندنا قدامنا اهي. عايز من التيبل ده بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي form a frequency table. طبعا فهمنا يعني ايه كلمه frequency table. ده تيبل بتتحط فيه المعلومات بطريقه معينه، عباره عن sets ومجموعة التكرار، بحيث ان انا اقدر اطلع المعلومات بصورة ايه؟ بصورة اسرع. طب هنا بيقول لي بقى ايه؟ هنا بيقول لي using the sets 156 to 172، يعني مقسم لك السيتس الايه؟ ل 5. طبعا هو هنا سهل عليك كتير ان هو اداك الايه؟ اداك الانترفال عامله ايه. وبيقول لي from the table find عايز ال number of soldiers whose heights are less than 185، why is the number of soldiers whose heights are 180 سنتيمتر at least. هناخد الداتا اللي عندي وهنعمل لها فيلينج في الايه؟ في التالز تيبل. وبعد ما نجيب التالز هن ايه؟ هنترجمها لايه؟ لفريكونسي. طيب اول حاجه عندي 169 تبقى هنا كده، 194 200،
بعد ما عملنا التالز نبتدي نترجمها لفريكوانسي. انا عندي هنا عندي باندل، الباندل طبعا 5 تالز، يبقى عندي هنا باندل و3 تالز، يبقى عندي هنا 8، هنا 2 باندلز يبقى عندي هنا 10، 3 باندلز يعني 15، هنا عندي ال6، هنا عندي 10، هنا عندي 4 و1 و1. لما تيجي تشوف التوتال هتلاقيها 58 55. بعد ما اعمل التيبل ده كده ابتدي اخد الكولومز بتاع الست اقلبه رو، والكولوم بتاع الفريكوانسي اقلبه ايه؟ اقلبه رو. يبقى انا عندي هنا 8 10 15 6 10 4 1 and 1، والتوتال عندي از ايه؟ 58 55. نيجي نشوف بقى الاسئله اللي هو كان سالها لي. هو كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز النمبر اوف سولجرز هوز هايتس ار ليس ذان 185. ليس ذان يبقى ما يجيبش 185. انا عندي فين ليس ذان 185؟ الحته دي كده. ال 185 تبدا من هنا، يبقى كل السولجرز دول المفروض ان الهايتس بتاعهم هيبقى ليس ذان 185. يعني الانسر هنا عباره عن ايه؟ عباره عن 8 بلس 10 بلس 15 بلس الايه؟ بلس ال 6، اللي هي هتبقى عندي كام؟ اللي هي هتبقى عندي 39 سولجرز. طيب نيجي الكويشن الثاني، بيقول لي النمبر اوف سولجرز هوز هايتس ار 180 at least. at least يعني ايه؟ على الاقل. يعني هيبدا معايا من اول فين؟ من اول هنا وانا ايه؟ وانا طالع كده. يبقى انا عندي ده هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عندي ال 6 بلس ال 10 بلس ال 4 بلس ال 1 بلس ال 1 اللي هي هتيكوال معايا 22 سولجرز. يبقى واضح جدا ان انا مجموعه البيانات لما باجي احطها عندي في فريكوانسي تيبل بتسهل عليا ان انا اقدر اطلع منها اي انفورميشن ايه انا عايزها. الليسون ده بوجه عام طبعا ما بيجيش في الامتحان، ان الامتحان طبعا مش يجي يقول لك اعمل لي الفريكوانسي تيبل. ده مقدمه كده لليونت بس، مهم يبقى انت من جواك مدرك يعني ايه فريكوانسي تيبل، ومدرك بيجي ايه؟ بيجي ازاي. كده يبقى احنا خلصنا ليسون 1، وبالتوفيق ان شاء الله.